العلم هو موقع الامان والسلامه للذين يخافون الجهل العقل الذي لا يستمع للاخرين لن يكون قادرا على التعلم الحكمه هي القدره على فهم العالم كما هو حقا وليس كما نريد ان يكون النظر في امور العالم والكون يعطي للانسان شعورا بالتواضع والتسامح التفكير العميق يظهر للانسان القدره الحقيقيه للعقل والتفوق ليس من العار ان تسال وتتعلم مهما كانت درجتك الاجتماعيه او الثقافيه العلماء هم اعظم المحترمين والذين يجب ان يكون لهم الاحترام الاكبر التعلم المستمر هو سر النجاح في كل مجال من مجالات الحياه سعي المعرفه يجب ان يكون رحله مدى الحياه تتجاوز حدود الزمان والمكان العلم هو مصباح الحقيقه ينير الطريق لمن يسعون الى الاناره المعرفه هي الكنز الذي يثري العقل ويمكن الافراد من احداث تغييرات ذات معنى